رحمة، ويعني لو احنا قعدنا كده نشوف المكالمات اللي بتجيلنا نعم والحواديت والحكايات اللي بنسمعها كل يوم، هنلاقي كل مكالمة فيها مشكلة تخص الرحمة، نعم سواء بقى انعدام الرحمة داخل قلب أم تجاه ولادها، أو أولاد تجاه أمهم، أو زوج تجاه زوجته وأولاده، لكن موجودة يعني بأشكال مختلفة. نعم خلينا نعرف الرحمة هي إيه الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. خلينا نخش في التعريفات الإجرائية. اتفضل. الرحمة يعني الرقة، يعني الرأفة، يعني الحنان، يعني الرفق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني نقصه. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وهو ده المدخل. الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، وكررها عشان التأكيد. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، ما في شيء إلا ورحمة الله سبحانه وتعالى تشمله. الله سبحانه وتعالى يقول كما أخبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي سبقت غضبي. يعني في غضب، بس الرحمة أشمل منه، الرحمة أجمع منه. كان في موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعد بين الصحابة، وبعدين في زي حرب، فتفرق الناس، والولاد راحوا في مكان وأمهاتهم في مكان، وبعدين امرأة دخلت فزعة، دور قلب الدنيا، وفجأة لقت طفل صغنن، راحت واخداه حطها على صدرها وبدأت ترضعه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال للصحابة: هل رأيتم رحمة هذه المرأة بطفلها؟ فنظروا إليه قال: هل ترون أن هذه المرأة تلقي بجنينها أو بطفلها في النار؟ في النار؟ لله أرحم بعباده من رحمة هذه المرأة بطفلها الصغير. ولذلك سيدنا رسول الله سبحانه وتعالى، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: خلقت الرحمة 100 جزء، فأمسكت عندي 99 جزءا، حتى أرحم بهم عبادي، وأنزلت بين الناس جزءا واحدا، فبه ترفع الدابة حافرها عن جنينها أو عن طفلها خشية أن تصيبه. يعني كل الموجود في عالم الناس من رحمة ومن رقة ومن رأفة ومن رفق هو جزء واحد من رحمات الله سبحانه وتعالى التي لا تتناهى. لما نفهم المعنى ده نفهم إزاي بنيت الشريعة الإسلامية على معنى الرحمة. هذه الصفة التي تتفرع عنها سائر الصفات، يعني المغفرة من الرحمة، المسامحة من الرحمة، الرقة واللين، الحب من الرحمة، الحنان من الرحمة. يعني كأن الرحمة هذه صفة زي إشاعة النور، زي الشمس التي يتفرع عنها أنواع متعددة من الصفات الإيجابية والصفات الجمالية الرحمانية. الرحمة صفة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في كل إنسان فينا، ولا دي حاجة مكتسبة بقى من الحياة ومن التربية؟ الرحمة فيها كده وفيها كده. يعني في جزء بالخلقة وفي جزء بالتنمية. في إنسان اجتهد على نفسه وتعاليم دينه أثرت فيه فبقى يرحم الناس وتربيته. وفي إنسان لم تعد للرحمة في قلبه مكان، يعني ظل يظلم وظل يغطي على الفطرة التي فطره الله عليها وعلى الرحمة التي خلقها الله في قلبه، لحد ما وصلت هذه الغلظة بأنه يمنع إنسان أن يدفن. كنت والله كنت لسه هكلم حضرتك أقول لك، معلش ما أنا على لسان حضرتك.